نشرة أخبار ساحل وفيها تتابعون: المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني يلتقي أحزاب الأغلبية الداعمة له. مواقف متباينة لبعض أحزاب ائتلاف المعارضة وانتظار لمرشحين محتملين من داخل صفوف المعارضة بعد تعثر مساعي التوافق على مرشح موحد. الباعة والتجار في سوق الميناء يحصون الأضرار بعد حريق هائل التهم بضاعتهم، ودور الحماية المدنية مثار أسئلة وانتقادات. تفاصيل أخبار الساحل من العاصمة الموريتانية نواكشوط. السلام عليكم. اجتمع المرشح لرئاسيات القادمة محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني مساء اليوم برؤساء أحزاب ائتلاف الأغلبية الداعمة له، وتمحور الاجتماع حسب المشاركين فيه حول تدارس خريطة العمل والشراكة بين المرشح والأحزاب والتنسيق في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة منتصف العام الجاري 2019. هذا وكان المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني قد أعلن ترشحه قبل أسابيع كمرشح للأغلبية التي أعلنت دعمها له. لا نقول عندنا كين أخونا من لقاء كان بيننا احنا والسيد الرئيس المقبل سيد المرشح الغزواني، وبالتالي جاء إياك يهنئ الأحزاب الداعمة له واللي تمثل طبعا في ائتلاف الأغلبية، وأحزاب أخرى ما هي في الائتلاف، وأحزاب قاع جات الأيامس كانت في المعارضة منهم حزب عادل، هاو كاملين عدل معهم اجتماع السيد الرئيس مرشح وهنأهم على دعمه له وأعطاهم فكرة عامة عن نوعية الشراكة إن شاء الله اللي تعود بينه والأحزاب السياسية في إطار العمل السياسي الانتخابي المستقبلي، وذمنوا هما ايضا جيتهم هاي الزيارة واعتبروه بادرة طيبة المرشح مع الاحزاب الداعمة له. نبقى في ذات السياق دائما، حيث بدأت ملامح المشهد السياسي الممهد للانتخابات الرئاسية تتشكل، فبعد اعلان محمد الشيخ محمد احمد الغزواني ترشحه والتفاف الاغلبية حوله، اعلنت بعض احزاب المعارضة مواقفها بشكل مستقل بعد عجزها عن الاتفاق على مرشح موحد في انتخابات الرئاسية القادمة. قررت مستعينا بالله تعالى متكلا عليه الترشح لنيل ثقتكم في الانتخابات الرئاسية القادمة. بدأت الساحة السياسية تتشكل منذ إعلان محمد الغزواني ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. تلاه تأكيد الوزير الأول الأسبق سيد محمد مبكر نيته تجربة السباق الرئاسي برام لداه العبيد، لم يكن ليتفرج على هذه المرحلة بل اختار أن يكون أحد وجوه مرشحيها، ليأتي الدور على صمبت يام رئيس حزب القوى التقدمية ورئيس حركة فلام. وبعد أن تفرقت المعارضة على نفسها بقي محمد المولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم حائرا، فكثر الحديث عن عزمه الترشح لكن الحزب لم يعلنها بعد. وإن صح الخبر فخمسة مترشحين حتى اللحظة يود كل واحد منهم كسب ثقة المواطنين في وقت تطيرت فيه صحف المعارضة التقليدية بعد أن قضت شهرين من التنسيق لإخراج مرشح موحد، لكنها عجزت عن ذلك لتصبح الأرضية السياسية جاهزة لخوض سباق رئاسي قد يكون ساخنا كفصله الزمني الذي سيجرى فيه. محمد عمر بلول، الساحل تي في، نواكشوط. شب حريق ضخم في احد الاسواق بمقاطعة الميناء، ويتحدث الباعة والتجار عن خسائر مادية كبيرة، حيث التهمت ألسنة النيران العديد من المخازن من دون تسجيل خسائر بشرية، واستغرق اطفاء الحريق اكثر من 24 ساعة، وهو ما يطرح السؤال عن دور وفاعلية الحماية المدنية اضافة الى غياب اجراءات السلامة في الاسواق وما لها من تداعيات على المواطنين وممتلكاتهم. عايشة لالا. التهمت النيران الأخضر واليابس
مخازن امتلأت ببضائع مختلفة راحت ضحية إهمال أحدهم كما يقول أصحاب هذه المخازن الذين تضرروا. نحن العنقار اللي متضررين من ذا الحريق اللي جانا من عند العنقار الاخر اللي يامس هون فيه شي من الجلف وجابوا سدير وتلي يخلق فيه غير قاعده كان قد يسيطر عليه من ونامس من يوم الجمعه ومازال حتى الى الان درك مازالت حتى النار تقدر تمرين تقوم وخسرنا فيه ياس من الخسائر اللي هي ونختاروا بعد الدوله تعود قاعد كانت قبيل عندها ياس من الامكانيات اللي مازال قد يدارك والله فصل حق اللي نحن قاع ما نعرف ايش نقولوا قاع ولا قاعد وقعت في الروايه ان الله وين يراجعون لا عند الله يواسي. حضور كثيف للشرطة وإن كان الإطفاء لم يستطع السيطرة على الحريق ليستمر يومين دون توقف ويذهب بكل ما يملك هؤلاء في ظل غياب تام لأي تأمين قد يساعدهم في خسائرهم الكبيرة. هو عنقار صلين بلوكي من اللي قالوا جلف الحطب هذا وصلين هو كان في سدير عدل في شي من الشغلة وخلاو بقايا نارهم في جلف هي اللي حكمت من هذا اللهيب اللي مات اللي قد يسيطر عليه وفي نفسه مشاو عنه خلاوه يعود في صلاة الجمعة يعود تقريبا لا حوالي صلاة الجمعة وتو ما شاء الله الأرواح فتبارك الله الحمد لله ما هم خسائر الحمد لله خسائر لا مادية. ليست الأموال وحدها ما قد يخسره الإنسان هنا فحتى حياة هؤلاء معرضة للخطر في هذه الأسوأ في ظل غياب لأبسط إجراءات السلامة لتفادي الخسائر في حالة كهذه. لا وجود هنا لوسائل إطفاء متطورة ولا حتى تأمين على هذه البضائع يساعد التاجر في الخسارة ليجد نفسه بين عشية وضحاها صفر اليدين. أطلقت حركة بداية أنشطة منسقيتها بولاية ترزة خلال حفل نظمته الحركة وتم بحضور عدد من قادتها وأطر وسكان مدينة روسو. وأكد المتدخلون أن بداية مشروع يقوم على أساس بناء القيم الإنسانية والدينية النبيلة وتأسيس وعي سياسي جديد يقوم على اعتبار السياسة فضاء مرن يسع الجميع ويؤمن بالاختلاف في الرؤى والإيديولوجيات. إن حركة بداية هي مشروع سياسي واجتماعي واعد يؤمن بموريتانيا وطنا جامعا لكل أبنائه ويقدم رؤية تتجاوز الثنائيات والاستقطابات الحادة بين أبناء الوطن حيث تتعالى على التصنيف الجامد وتعتبر أن لكل طرف سياسي حسناته وسيئاته وأن دورنا هو تنميته المشترك والبحث عن الأفضل لموريتانيا والموريتانيين. إن حركتنا هي تخطو بثقة وثبات لتجدد العهد على رؤيتها الواعية الحاضرة لبلد ومستقبله. أعلن أخبار الساحل المتواصلة وفيها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش المالي زوال اليوم الأحد أن الوضع في قرية جورا وسط البلاد تحت سيطرة بشكل تام وذلك بعد هجوم شنه مسلحون مجهولون فجر اليوم أسفر عن مقتل أكثر من 20 جنديا ماليا وخسائر في المعدات والأسلحة حسب ما أكدته بعض المصادر الصحفية ولم يوضح الجيش طبيعة ولا حجم الخسائر التي تكبدها جنوده مشيرا إلى أنه سيعلن عن هذه النتائج في وقت لاحق. ويأتي استهداف ثكنة الجيش المالي في قرية جورا وسط مالي في وقت يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية في هذه المنطقة ضد جبهة تحرير ماسنة وذلك بالتعاون مع قوات براخان الفرنسية والبالغ قوامها 4500 جندي. بدأ رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي محادثاته لتشكيل حكومة جديدة في خطوة تهدف إلى إرضاء المحتجين الرافضين لتمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأحد. وستضم التشكيلة كفاءات وطنية بانتماء أو
بدون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري. وقد رفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير مبادرات بوتفليقة الذي تخلى عن قرار الترشح لولاية رئاسية خامسة بعد 20 عاما في السلطة، لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وقال الرئيس الذي تنتهي ولايته نهاية أبريل إنه سيبقى في السلطة لحين صياغة دستور جديد، ما يعتبره الجزائريون تمديدا فعليا لولايته الحالية. رياضيا في هذه النشرة، أعلن صباح اليوم في العاصمة نوكشوط عن وفاة حارس المنتخب الوطني السابق بابا سانغاري بعد صراع مع المرض. ولعب الحارس سانغاري للمنتخب الوطني المرابطون ما بين نهاية السبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث شكل رفقة العديد من الأسماء المعروفة في كرة القدم الموريتانية جيلا من اللاعبين الذين تميزوا خلال تلك الفترة. كما أشرف الراحل على تدريب حراس المنتخب الوطني الأول في الفترة الأولى لعمل المكتب الحالي للاتحادية الموريتانية لكرة القدم. إلى هنا نصل إلى ختام أخبار الساحل، تذكير بالعناوين. المرشح محمد للشيخ محمد أحمد القزواني يلتقي أحزاب أغلبية داعمة له. مواقف متباينة لبعض أحزاب ائتلاف المعارضة، وانتظار لمرشحين محتملين من داخل صفوف المعارضة بعد تعثر مساعي التوافق على مرشح موحد. الباعة والتجار في سوق الميناء يحصون الأضرار بعد حريق هائل التهم بضاعتهم، ودور الحماية المدنية مثار أسئلة وانتقادات. نهاية النشرة، أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء بحول الله.